حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب واللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية اللي راح نقراها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من أحداث شهدها ملعب كربلاء لكرة القدم اللي تجمهر حول مجموعة من المشجعين التابعين لنادي كربلاء لكرة القدم. المشجعون هتفوا ضد إدارة النادي واتهموها بالفساد. في ذات الوقت قامت القوات الأمنية وتحديدا قوات مكافحة الشغب بتفريق المشجعين والاعتداء على الصحفيين الموجودين في نفس المكان. خلونا نشوف اللقطات الأولى للتظاهرات والهتافات اللي شهدها ملعب نادي كربلاء ومحيطه. انتبهتوا مشاهدينا الكرام في هذه اللقطات أو المقطع اللي شفتوا أنه كانت هناك كاميرات يحملها صحفيون صورت هذه الهتافات، صورت هذه اللقطات. أداء أو وظيفة الصحفي هو توثيق حالة يشهدها الشارع أو تحدث في مكان معين، ولتنقل الصورة أيضا إلى المشاهد حتى يعلم ما الذي يحدث. لكن يبدو هذا الكلام لم يعجب إدارة النادي والقوات الأمنية اللي وظيفتها أصلا هي منع حدوث أعمال شغب وأيضا حماية الطرفين. هي طرف حياد أو طرف حيادي لا يقف مع إدارة النادي أو مع المسؤول ولا يقف مع المواطن، هو دور المفروض حماية الطرفين من الأذى، من أنه أحد يعتدي على آخر. لكن يبدو القوات الأمنية في العراق هي تقف بجانب الإدارة وتقف بجانب المسؤول وتقف في سبيل حماية المسؤول من أي أذى قد يأتيه لفظيا أو جسديا أو معنويا من المواطن الغاضب بسبب هذا الفساد. عموما أحد الصحفيين تحدث عن الاعتداء اللي تعرض له مجموعة من الصحفيين اللي كانوا موجودين مثل ما قلنا في المكان من قبل القوات الأمنية، ومصادرة معداتهم أثناء تغطيتهم لتظاهرة جمهور نادي كربلاء ضد إدارة النادي الفاسدة مثل ما وصفوها. خلونا نشوف. سيد نقيب الصحفيين، الزملاء الصحفيين، هاي المعدات اللي استلمناها هسه، هاي معدات اللي استلمتها، كاميرا مكسريها وشامريها، يعني ما أدري هو هذا احترام الصحفي والإعلام بكربلة؟ ما نعرف شنو اللي دي يصير ويا الإعلام بكربلة، ما ندري. وهاي الزملاء هنا شاهدين على هذا الحكي، كاميرا مكسريها وغاطيها بمي، ما أعرف شنو هاي وجايبين لي اياها، ويتحايلون علينا العميد مؤيد وعقيد حيدر ما اعرف شو اسمه، هسه نعطيكم اياها بس على مود يخدروننا حتى تنتهي الوقفه اللي مسويها جماهير كربلاء، ونعطيكم اياها، ومسحوا الماده وتفرمتت كلها. هاي الماده، هاي ماكو ماده صورناها، ماكو. يعني مو يعتبر التظاهر السلمي هو حق مشروع كفل دستور العملية السياسية اللي تم صياغته بعد الاحتلال؟ ليش في كل مرة نرى فيها أي تجمهر أو تظاهر أو احتجاج ضد مشهد معين، قضية معينة، حالة معينة موجودة في العراق تتدخل بسرعة القوات الأمنية وتنهي وتفض هذا الاعتصام أو هذه التظاهرة أو هذه الوقفة الاحتجاجية بالقوة، رغم أنه المتظاهرين هم يعني سلميين، لم يحملوا عصيان، لم يحملوا أسلحة بيضاء أو أسلحة خفيفة أو أي نوع من أنواع الأدوات اللي قد تكون مؤذية.
نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. تحدث صحفيان عن الاعتداء اللي تعرضا له من قبل قوات مكافحة الشغب في ملعب نادي كربلاء لكرة القدم، خلونا نشوف. أكثر مرة حاكيت عميد مؤيد وضباط، ماكو أي تعاون وأي تجاوب. هاي أمام السيد المحافظ وقائد الشرطة، غلط علي وعلى الزميل علي خالد والزميل فاضل. يعني ما فيش تعامل من القوات الأمنية مع الإعلاميين. اليوم الضابط من يجي هو يكون قدوة للمنتسبين، من يجي هو يغلط ويضرب ويشتم وكذا، بس ما يعني اليوم الموقف اللي صار موقف جدا كبير، يعني ضرب على الإعلامي بصورة. أنا أعرف شنو السبب؟ شنو اللي يصير؟ أنا غير أنا إعلام ومن حقي أدخل أصور يعني. لازم إحنا يعني باج مال الاتحاد، باج مال الاتحاد يعني مجازين بصورة رسمية. ماكو اعتراف لأي هوية، لأي باج، لأي مؤسسة إعلامية، لأي يعني هذا كلمات عندنا ضرب بالهروات وحتى بالسلاح. خلونا نشوف التعليقات اللي تفاعل الناشطون واللي يعني علقوها على هذه المقاطع. علي مقداد يقول: لا لتكميم الأفواه، نحن كجمهور وكإعلاميين ليس أو لسنا متهجمين على أحد أو نقوم بشخصنة الأمور، إنما ننتقد العمل الفني والإداري للنادي من أجل إرجاع ماء الوجه للمدينة. أما هذه الطرق اللي يتبعونها والأساليب المعيبة من تدخل القوات الأمنية لحماية أناس داخل الإدارة مسهم هتاف الجمهور، سوف نلجأ بها إلى القضاء وهو يأخذ الحق والإجراء المناسب. متأكد يا علي؟ طيب عموما ننتقل إلى تعليق آخر. ولا الموسوي يقول: نطالب قائد شرطة كربلاء بالتدخل الفوري، علامة استفهام هنا يا ولاء، لحماية الجمهور. يوجد شخوص عسكرية مع النادي تتعدى على أي شخص يعترض على الإدارة، وإن شاء الله صوتنا يوصل قائد شرطة كربلاء وتوجيه فوري. ممنوع أحد يستغل رتبته لصالح جهة معينة، وهذا ما جاء يحصل، واليوم موجود يعرف شخصه، أو اليوم الموجود يعرف شخصه. طيب محمد الكربلاء يقول: يصيحون إحنا جايين نحميكم وهم يركضون ورانا. وعندنا تعليق من الإعلامي سامر القيسي يقول: لازم أكو فد صورة حل لهيج مواضيع، السلطة الرابعة صارت مهزلة في كربلاء. عندنا اتصال. طيب خلونا نسمع رأي السيد كرار من الناصرية. تفضل يا كرار، حياك الله حبيبي استاذنا العزيز، ربي يحفظك. الله والديك. اولا تحيه لك والقناه الرافدين والكادر برنامج صوتك. كل الهلا يا كرار. في الحقيقه القوات حفظ القانون بما يسمونها هي سيد يسمونها حفظ القانون، هي ليست بحفظ القانون، وانما هذه القوات لقمع المواطنين وتكميم الافواه. كل زي شفنا احنا في ثوره تشرين لما اندلعت، شفنا انه هاي الجهه اللي موجودة هي شلون تقمع المظاهرين المحتجين. اليوم احنا ننوه على الحادثة اللي صارت، الحادثة اللي صارت استاذنا العزيز زود، شوف المناقصات اللي جاي تصير بهذا العالم الرياضي اللي فيه بالآلاف الدولارات والمليارات، شبهات فساد خطيرة. يعني المواطن يوم من يحتاج على أداء لاعب أو مدرب مو زين، يعني من حقه اليوم المواطن يحتاج على أنه يصير فساد الأوسر. ما معقولة أنتم تجابونه بسلاح، قبل هو ارهابي جاكم بسلاح، احتجاج سلمي ووقفه سلميه يريد يعبر عن رايه بصوره حضاريه وديمقراطيه. هل من الممكن اليوم يعني كل شخص او كل شيء اليوم الحكومه تسويه ويطلع المواطن يحتج عليه او ما يعجبه هذا السلوك او ما يعجبه هذا التصرف؟ هل من الممكن انت تطلع له سلاح وتطلع له قوات وتركض وراه والسجنه والدينه باربع ارهاب وما شنو هذا الاستهزاء يعني؟ يعني المواطن اذا انتم تقولون عمليه ديمقراطيه، زين وين الديمقراطيه بهذا الموضوع؟ اذا انتم جاي تقمعون المواطن عن يعبر برايه بصوره ديمقراطيه وحضاريه، اذا هذا مو قمع، هذا مو تعبير عن الراي، وانما هذا الشيء اللي تردون انتم والبوق اللي تردون. هاي الحالات يا كرار، هذه الحالات اللي نشوفها اليوم من التظاهرات اللي تقمع دائما عن طريق القوات الامنيه، ما تنطينا تفسير او تخلينا نقتنع بالتظاهرات اللي طلعت قبل هذه التظاهرة مال ملعب كربلاء، التظاهرات اللي صارت بالمحافظات الغربية، والتظاهرات اللي صارت ب 25 شباط ببغداد وثورة تشرين. ما تأكد إنه، واللي صار بالبصرة طبعا ب 2018، ما تأكد إنه الناس كانت تطالب بمطالب حقه
والحكومة دا تستخدم نفس الأسلوب القمعي مع كل تظاهرة، ما يأكد هذا الشيء أنه الناس كانت على حق لما تظاهرت؟ لا نعم أستاذ عبد العزيز، مثل ما تفضلت أكيد على حق ومطالب مشروعة. اليوم الشخص من يطلع يا أستاذ، هسه إحنا لو فرضك قناة الرافدية سوت فد شيء طلعت عليه إعلام وناشطين مدونين دونت عليه، هل من المعقول اليوم القناة هم سياسة القناة تجبر على أن يطلع ضده أم أن تروح تقمعه وتسوي؟ إذن أنتوا جاي تسوون هاي الأفعال، إذن هذا الشيء مشروع. نعم. يعني أنت اليوم أنت من جاي تسكتني وتحط إيدك على فمي، شنو بالظاهر في الحقيقة؟ بالحقيقة قال إذا صوتك اللي وهذا يقودنا يخلينا نسأل نعم هذا يخلينا نسأل، هل العراق بلد ديمقراطي مثل ما تروج أحزاب السلطة؟ أكيد لا، قطعة بتاتا. كل من يقول العراق بلد ديمقراطي والشعب يعبر عن رأيه بصورة حضارية وديمقراطية، أنا أقول لك لا، والدليل الانتخابات هسه جاي نشوف أكو ثلاث محافظات متنازع عليها اللي هي البصرة وواسط وكربلة، المحافظين فازوا بكلهم، هل من ممكن راح يرجعون؟ هسه راح يرجعون حاليا المحافظين نفسهم؟ لا، والدليل جاي نشوف خلاف بين تحالف التصميم وتحالف الإطار، بواسطة كذلك، كربلاء كذلك. زين إذا أنتم هنا زين الشعب اللي راح وطلع وانتخب، وين العملية الديمقراطية؟ إذن يا سيدي العزيز لا أكو عملية ديمقراطية ولا أكو أي شيء من هذا اللي يقولون أنه بالعراق عملية ديمقراطية بس واللي يحكمها ديمقراطي. بس عندي تعليق، بس يعني ملاحظة، ماكو شعب طلع وانتخب، هم مجموعة مدفوعين ويعني ناس باعت أصواتها، بعض فئة قليلة من المجتمع العراقي باعت أصواتها وباعت البلد ورهنت مستقبل البلد بيد مجموعة من الفاسدين، فذولا ما يحسبون من المواطنين العراقيين اللي يخافون على مصلحة البلد. بس أنا أريد أقول شغلة، هم يقولون إحنا جيناكم نخلصكم من الدكتاتورية، من الطاغية، من هذا النظام اللي كان معيشنا وحاكمنا بالحديد والنار، لعد أنتوا شلون دا تحكمون؟ لا اكيد استاذنا العزيز، بس انا خلينا نوع على شغله، ارادت العمليه تكون ديمقراطيه شلون؟ يعني انا جاي اضرب لك اكيد هم اللي ينتخبوا جمهورهم بالتالي، يعني هم حتى جمهورهم من انتخبوا وانتخب الطرف الاخر هم ما شكلوا يعني مثل تقول اغلبيه، يعني شوف وين وصلت بهم، يعني الشعب ما جاي يريدهم، بس انا جاي نوع عليه حتى هذا اراده شعب. كثير من الشعب احنا شفنا في الانتخابات 17% يعني ما سمت. بس هذا طيب. الاراده اللي جاي تصير يعني انتم يا جيتوا للحكومة بوكتوا سلبتوا نهبتوا، فات هذا فات بعدد أصواته فات زور، ليش ما تتخذ إذا تقولون العملية ديمقراطية؟ إذا هاي العملية ديمقراطية؟ إذا ما في عملية ديمقراطية أنتم نعم شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. لا توجد ديمقراطية في العراق، اللي يعتقد أنه العراق دي يعيش في ظل حكومة ديمقراطية أو الشعب يعيش في ظل حكومة ديمقراطية واهم حقيقة، وعليه أنه يراجع نفسه. اليوم أكبر دليل، خليمشي مواطن عراقي ينتقد واحد من زعماء الميليشيات الموجودين في بغداد المسيطرين أو في أي محافظة عراقية ثانية، إيش راح يصير بي؟ هل سيعود إلى بيته وهو يشعر بالأمان؟ أكيد لا، راح يظل خايف أنه قد يتعرض إلى أذى، وغيرها وغيرها من مواقف كثيرة تثبت بأنه البلد هذا بلد يحكم السلاح والفساد والمال الفاسد، طبعا مال السياسة، وهذا اللي مسيطر عليه. ماكو شيء اسمه ديمقراطية، أنت اليوم تعبر عن رأيك تقمع مثل ما صار مع الصحفيين في ملعب كربلاء ومع المتظاهرين أيضا اللي تظاهروا ضد إدارة نادي كربلاء اللي يتهموها بالفساد. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام، مواطن هو طالب حقيقة ومزق يعني أوراق التقديم على الامتحان الخارجي، هو من محافظة بابل، واعترض بعد هذا التمزيق للأوراق أوراق التقديم على الامتحان الخارجي، اعترض على الروتين القاتل وعلى البيروقراطية المتبعة من قبل إدارة أو دائرة التربية أثناء عملية التقديم على الامتحان. دعونا نشاهد المقاطع المتعلقة بهذا الموضوع، عندنا أكثر من مقطع، نبدأ مع أول واحد. رحيت انا صار لي فوق الاسبوع اركض مال هاي مال الامتحانات الخارجيه، اذن الكتب واذن المصدقات كلهن من التربيه وماكو مكان ما رحت له، وقالوا لي جيب صوره كبيره، اللي واقف واللي يقول كانه مجرم هيك واقف كامش الصوره هاي وحده
زين قالوا لي جيب 12 صوره صغار، جبت لهم 12 صوره صغار، جبت لهم بطاقه السكن، جبت لهم بطاقه التومينيه، جبت لهم البطاقه الموحده، جبت لهم ما خلي شيء ما كتبته بهذا الكتاب. زين هو انا بالسادس ابتدائي، قالوا لي روح جيب شهاده الوفاه مال والدك. زين رحت للمستشفى شهاده الوفاه، يقولوا لي بالتامين الصحي. رحت للتامين الصحي، شهاده الوفاه مال ابويا صار الاسبوع يدوروها ما لقوها. انا عندي الاصليه بس الاصليه ما قبلوها، يريدون الا عاد الا موجوده حاليا يعني تتسجل، وانا من 2012 متوفى والدي. المهم هسه هاي عوفه، رحت لهم البارحه الاخير شيء لمدير المدرسه، كان يقول لي الا شهاده وفاه وتمر لي اليوم ب 12 ونص. اليوم عاد ب 8 الصبح رحت، ما خليت ما دورت، رحت للحله طلعت جبت شهاده الوفاه، مات بالحله عذبوني ما اريد اسولف. جبت شهاده الوفاه وجيت ختمت شهاده الوفاه خلصتها، وديت لهم اياه اليوم المن للمدرسه ب 12 ونص. لقيت المدرسه معطله اليوم، المحافظ هو من عاتب علي المحافظ بتعطله اليوم، المحافظ متعطله اليوم. عفتها اخذتها ورحت للتربيه، التربيه انبسطه شوفها بالتربيه، يقول لي والله انا ما استقبلها التربيه. ليش ما تستقبلها؟ الا تروح للروضه مال الربيع. رحت الروضة الربيع، رجعت هذا الحكي انا اقول لك هذا كله مش داقه، لان لا توك توك بالشارع والدراجه مالته ما تشتغل مي ومتروس طين من فوق اللي جوه. رحت الروضة الربيع، روضة الربيع ايش يقول لي واحد، قلت له هاي الفايل مالتي مال الخارج. يقول لي والله نسيت انت وين كنت. قلت له مو وين كنت، مو انت دزيتون للحله ورجعت من الحله وما خليت مكان ما رحت له. يقول لي لا تريد يعجبك يعجبك، ما يعجبك تروح للحله، تروح تطف فلوس وتقدم. زين وانا وين اقدم؟ على الكليه. هسه مو هذا الفايل مالتكم تريدوه؟ هذا 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 مو الفايل مالتكم، هذا اللي شققتن قدامكم. مو هاي العالم نايمه بالشوارع يا مدرسه. لو اصير حالي، لو عندي حزب، لو عندي دوله، حالي حال هذول الدمج، اصير دمج امشي ها يصير براسي حظ. يعني الله يكون بعونك على اللي شفته بسبب نظام الحكم الحالي. خلونا ننتقل الى مقطع ثاني مشاهدينا الكرام. طالب ناشد وهو من دفعة 2019-2020 وتحدث باللسان طلاب الخارجي من نفس الدفعة. هذه المجموعة أجلت امتحاناتهم بسبب جائحة كورونا، وتم حذف سنة من سنوات الانتظار، أو عفوا تم إضافة سنة من سنوات الانتظار. هم يطالبون الآن بحذف هذه السنة اللي تم إضافتها بسبب ظرف استثنائي خارج عن إرادتهم وهي جائحة كورونا، وجعل فترة الانتظار المتعارف عليها بالنسبة لهم وهي 3 سنوات فقط. خلونا نسمع الشكوى ونسمع المناشدة أيضا ونرجع. احنا طلاب الخارجي العددنا اكثر من 4000 شخص، 4000 شخص قدمنا الى الامتحانات الخارجية سنة 2019-2020، اتأجلنا بسبب جائحة كورونا. الطلبة المنتظمين سوونهم عبور على نصف السنة، عبروا مشوا. احنا الاربعه الاف شخص تاجلنا سنه كامله، راح تنحسب لنا سنوات الانتظار 4 سنوات، وبالخامسه يلا نقدر نقدم. على يا اساس؟ ليش هذا الظلم؟ ليش هاي المحاربه طلبه الخارجي؟ رساله الى وزير التربيه ابراهيم نامس الجبوري، ورساله الى رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، اسمع ايش دي يصير بطلاب الخارجي. انظلموا وراحت سنه من عمرهم، ارجو التدخل باسرع وقت وحل هذا الموضوع. والطلبة حاليا بحالة يرثى لها، وأخذنا كلام من الوزير السابق أنه حقوقنا محفوظة لسنة 2019. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. خلونا نشوف في هذا البلد اللي يقولون عليه لا دولة مثلكم، مثل ما طلع همام حمود يتكلم به وهذا الشعار، ويتكلمون عن بلد الإنجازات وبلد التطور والديمقراطية والتحضر والعملية الديمقراطية الانتخابات اللي هي تعكس مدى تحضر هذا المجتمع ومدى تحضر الدولة وتطورها ونموها، ومن هالشعارات ومن هالمصطلحات. هذا حال الطلبة، طلبة الامتحان الخارجي أثناء مراجعتهم لمديرية تربية البصرة. هذه اللقطات اللي راح تشوفوها، راح تشوفون الفوضى والزخم الكبير من أجل الحصول على وصل الامتحانات الخارجية من مديرية تربية البصرة. خلونا نشوف. Thank you.
نتابع التعليقات على هذه المقاطع. عبد الجبار يقول شنو علاقة شهادة الوفاة بالموضوع؟ طبعا يعلق على المقطع الأول. ما يبطلون من هالروتين اللي كلها كذب بكذب بس يعذبون الفقير اللي ما عنده أحد. إسحاق يقول المفروض وزير التربية هيجي شباب وعت وفكرت تاخذ شهادة أنا أتكفلهم بدون لا هاي المعاملة اللي اشطولها وش عرضها وأساعدهم بعبور مرحلة الخارجي عود من ينجح وينقب الكلية سوي هيك إجراءات حسبي الله ونعم الوكيل دولة فاشلة. اعتراض فقط يا إسحاق، لا يستحق أي إنسان أن يعامل بهذه المعاملة وأن يتعرض إلى هذه المضايقات وإلى هذه الضغوطات في دوائر الدولة والتعقيدات سواء كان طالب كلية ولا كان طالب ابتدائية. علي مهدي يقول والله مشكلة، ايش وقت نخلص من كتابنا وكتابكم؟ يفترض التقديم الإلكتروني. تعليق من أحمد يقول أسوي تطبيق وراح يطلع بي عدد المتقدمين ومحملين كل المستمسكات المطلوبة اللي متى إلى متى كاظ فايلك وتركض وقسمهم على الأيام. يراد لها روحة للقاضي يسأل أحمد. طيب خلونا نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، نعم. مشكلة تخلف البلدان النامية ومن ضمنها العراق هو التعامل بالروتين. نعم. يا أخي اليوم إحنا بزمن التكنولوجيا وبزمن الحداثة، المفروض هاي الأساليب القديمة المفروض يتركوها، يعني يتابعون التطور الحداث اللي اليوم الأمم والدول اللي تمر به. لكنه هي يعني إذا ترجع للمشكلة، المشكلة هو مدير التربية أو وزير التربية والتعليم. هذا هو إنسان متخلف يا أخي. هذا لو هو فعلاً إنسان عدة كفاءة وعدة مهنية كان يعني يقدم أحدث ما بالمناهج للمدارس للأساتذة اللي يشوفون على التعليم. لكنه قلت لك يعني هو اليوم يعني مشكلة بلدنا إحنا نعاني من الناس اللي هم قائمين على المؤسسات التربوية. يعني تعرف سيد عبد الرزاق انه احنا عندنا ترهل بدوائر الدولة داخل العراق بسبب عدد الموظفين الحكوميين، يعني اكو فائض عن الحاجة من الموظفين الحكوميين في دوائر الدولة ايضا بسبب سياسات الحكومة الغلط. النقطة اللي نريد نربطها بالمشكلة انه هذا العدد الكبير من الموظفين المفروض انجاز المعاملات يصير بسرعة كبيرة، انت ما تحتاج تنتظر اصلا ولا نحتاج نشوف هذه اللقطات لهاي الفوضى والعشوائيه والناس متكدسه واحد فوق الاخ في سبيل يحصل على وصل او يقدم على معامله في اي دائره حكوميه. عدد الموظفين الحكوميين باعتراف حكومه محمد الشياع والعبادي قبله والكاظمي وغيرهم قالوا عندنا فائض في موظفي الدوله، يعني المفروض عدد الموظفين ويا زخم المواطنين يحل الموضوع بسرعة وبسهولة وما نشوف هذه الفوضى. طيب وين الموظفين لعد الفائض؟ ليش ما نشوفهم يمشون معاملات الناس؟ المشكلة أستاذ محمد الموظفين اليوم المترهلين اللي يعني يشوفون بدوائر الدولة اللي متواجدين دول كلهم مصابين بداء الرشوة. يعني المشكلة اليوم أبسط موظف ما يقدم خدمة إذا ما يستلم رشوة، فهو اليوم أغلب الموظفين العراقيين بدوائر الحكومة أغلب أقول يعني مو الكل، لأن أكو ناس أشراف يعني موجودة، لكنه الأغلبية يا أستاذ محمد مصابين بداء الرشوة، فهذا يأثر سلبا على المواطنين وعلى كل القطاعات، مو شرط التربية وغيره، على كل القطاعات. اليوم المواطن العراقي يزداد معاناة فوق معاناة ما توالي بسبب هاي الرشاوي وبسبب الروتين اللي ورئيس الحكومة، يعني اللي هو الحكومة اللي أفرزتها أحزاب الإطار التنسيقي
اللي قالوا عليه انه هو يعني رجل المرحلة والمرحلة الإصلاحية ورجل الخدمات والبناء، وراح نشوف محاربة للفساد وضرب بيد من حديد. على منو دا يضحكون بهاي الشعارات؟ اشو نور زهير اللي هي القضية اللي يسموها سرقة القرن، نور زهير طلعوه ورجعوا له كل ممتلكات اللي تم مصادرتها، والآن هو حر طليق ودا يضايق الناس. حتى ذاك اليوم طلع هذا المقطع تم تداوله، أصحاب المحلات اللي يشتغلون بالمولات اللي مأجرين من عنده محلاته في مولاته دا يرفع عليهم الإيجارات وماخذ راحته. محمد الشاع السوداني وهو والإطار التنسيقي ما كافي كذب على الناس أنه أنتم تحاربون الفساد؟ موظف الدولة اليوم مثل ما يقول السيد عبد الرزاق، هواي من موظفي الدولة ما تمشي المعاملة بدون رشوة. طيب شو وقت راح تحاسبهم الذول الفاسدين المرتشين؟ شو وقت راح تحاسب المدراء العامين ومن فوقهم؟ أستاذ محمد إحنا ما أريد الشخص الموضوع بمحمد الشاع السوداني. محمد الشاع السوداني هو جزء من العملية السياسية اللي أنتجتها بعد 2003، لكنه حتى يجيب أكبر شخص إنسان نزيه ونظيف غير محمد الشاع السوداني وسط هاي الفوضى مال الأحزاب ما يقدر يصلح أستاذ محمد، لأنه اللي جاي يدير البلد واللي يدير المشاريع هي الأحزاب. خلينا نكون واضحين. صحيح صحيح، بس احنا نريد احنا نقول بأنه هذا اللي نافخ نفسه هو وزراءه. وشفت الوزير قبل كم يوم وزير النقل هالمهزلة هاي، وشون دي يمشي واحد لازم للشمسية، وكأنهم ما شاء الله يعني فد شخصيات تستحق أنه واحد ينظر لها بي 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 بنظرة يعني انه دولة ممكن يكونوا مثل عليا بالنسبه للناس. شنو الخدمات اللي قدموها؟ محمد الشاع السوداني رئيس مجلس الوزراء، قائد السلطه او المسؤول عن السلطه التنفيذيه، بيد الحل والربط. شلون ما يصير ان نكلمه ونخاطبه؟ بالعكس هو المسؤول. يا اما يطلع يقول انا فاشل وعاجز والاحزاب هي المسيطره ويحفظ ماء وجهه ويطلع من الباب العريض بدل من الناس الطلعه من باب ثاني. أستاذ محمد، بالنسبة للسودان وغير السوداني واللي يعني اللي قبل السوداني، صدقني ما يتحركون حركة إذا مو بأوامر أولا الدول الإقليمية والأحزاب اللي موجودة هنا، يعني المخابرات مال الدول هي اللي تتحكم بيه. وأكو كل زين تعرف أكو دولة هي اللي مسيطرة على مناخ العراق بكاملة، فمن يجيب الشخص رئيس وزراء هو هذا مجرد خلينا يعني شو مثل ما تقول رئيس وزراء شكلي، يعني لا يقدم ولا يأخر. كل شيء يتحرك بأمر هذه الدولة عن طريق الأحزاب اللي موجودة. بالعافية على اللي انتخبه أولاد، بالعافية على اللي انتخبه وبالعافية على اللي يريدون استمرار هاي الحكومة. نعم أنا أشكر الواقع. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا لحضرتك. خليكم أنتم متمسكين. للبعض إحنا نتكلم ونوجه هذه الرسالة، خليكم متمسكين بالفاسدين ونشوف نهايتها ليه وين تصير. يعني مهما كنتوا ومهما كنتوا مسنودين وعدكم سلاح وعدكم فلوس، ما راح تقدرون توقفون وتصمدون بوجه الملايين من العراقيين اللي ترفضكم وترفض هاي العملية السياسية. وراح يجي اليوم اللي تطردكم به مو بس من مناصبكم، من العراق يجي اليوم، لأنه ما دامت للي قبلكم فمستحيل تدوم لكم، والدوام لله دائما. طبعا ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام، من إنجازات حكومات ما بعد الاحتلال اللي تتباهى بيها. واحد من دول اللي تابعين لحكومة الإطار التنسيقي من أدواتهم الإعلامية ناشر صورة منجزات ائتلاف دولة القانون، نور المالكي وقع على إعدام صدام حسين. بس هذا الإنجاز؟ عمال شركة كربلاء، بس على كيف شوية، عمال شركة كربلاء نظموا طبعا عمال شركة كربلاء لصناعة البناء الجاهز نظموا وقفة احتجاجية ضد محاولة جهات متنفذة الاستيلاء على أرض المعمل وتسريح مئات الموظفين والعمال. بطالة جديدة، أعداد جديدة، جيوش من العاطلين عن العمل قادمة بسبب محاربة الصناعة العراقية والمصانع العراقية من قبل المتنفذين اللي ترعاهم الأحزاب داخل العراق. خلونا نشوف. باسمي وباسم عمال شركة كربلاء لصناعة البناء الجاهز
نستنكره بشدة. المساس بهذا المرفق الحيوي المهم الذي له البصمة الأولى في إعادة إعمار العراق والبنى التحتية والأساسية لصناعة الكتل الكونكريتية عالية المواصفات التي تدخل في بناء الجسور المعابر، وكذلك الدور واطئة الكلفة التي تعين المواطنين أصحاب الدخل المحدود لأسعارها المناسبة. وتعتبر هذه الشركة الأولى في العراق والشرق الأوسط لجودة صناعتها ودعمها المستمر لجميع محافظات العراق. وتضم هذه الشركة عدد كبير من العاملين والخريجين من أصحاب الاختصاصات في هذا المجال. بعدما عرفنا اليوم أن الجهة التي استولت على معمل التمور وشركة تعليب كربلاء بنفس المسميات التي ادعت فيها على معمل التمور والتعليب التي ليس لها وجود على أرض الواقع، ما الفائدة من هدم مصنع وبناء مدرسة أو جامعة؟ هل يوجد تشابه في ذلك؟ وكلنا نعلم أن الدولة اليوم لا تستطيع إيجاد فرص عمل لكل العاطلين أو الخريجين. أن هدم مصنع هو ضياع هوية وطن وضياع مستقبل جيل. صناعتنا الوطنية شرفنا، مصانعنا مستقبل أبنائنا. إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة في هذا الموضوع سيكون لنا وقفات احتجاجية أخرى لنصرة الحق ونصرة أبنائنا من الطبقة العاملة. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدين الكرام. تحدث بعض العاملين في معمل البناء الجاهز بمحافظة كربلاء عن مشكلة سيطرة جهات متنفذة على أو محاولة السيطرة على أرض المعمل، وناشدوا من أجل إيجاد حل لهم بعد تسريح العمال. خلينا نشوف. الناشد رئيس الوزراء والأخوان في وزارة الصناعة ووزارة العمل بالنظر إلى شركة كربلاء بعين العطف والأبوة وإيقاف إجراءات استملاك الأرض اللي قائمة عليها هذه الشركة. الشركة ذات باع طويل بأعمال التأهيل وإعمار العراق، بدأت من 1991 لحد هذا اليوم هي مشاركة في كل أعمال البناء والإعمار بالعراق، جسور، أبنية واطئة الكلفة، أسجة المشاريع العامة، صب مشاريع في كل أرحاء العراق وليس في كربلاء فقط. يعني لحد الآن توجد عقود نجهز بها جسور إلى محافظة العمارة، ميسان، محافظة البصرة، محافظة الناصرية وكل محافظات العراق. العراق كليته يعني يعرف شركة كربلاء اللي هي شركة قديمة ومعروفة بالجودة وبالكفاءة. فلذلك نناشد السلطات والقضاء العراقي العادل بأن ينظر بعين الرحمة والرأفة لشركة كربلاء البناء الجاهز وإيقاف إجراءات استملاك الأرض من الجهات اللي طالب بهذا الإجراء، لأنه ليس للمنفعة العامة، لأن هذا تحايل على القانون حسب ما أتصوره، لأنه يطلبون بأنه منفعة عامة وتقوم بأعمال استثمارية أخرى إلى المنفعة الخاصة. فلذلك نناشد بإيقاف الإجراءات كافة لاستملاك الأرض وإزالة معمل كربلاء من موقعه. خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام. رائد يقول: عفية العتبات ما تشبع، ما خليتوا أرض ما أخذتوها، دمرتوا كربلاء بالمشاريع التجارية والمستشفيات الأهلية والمدارس الأهلية المربحة والجامعات الأهلية اللي دمرتوا التعليم بها. عدي يقول: كل أرض للدولة استملاك للعتبة، بعدين السرعة على كل عقاراتنا. أبو سحر يقول: حالك حال مكبس التمور ومصنع تعليب كربلاء والقراج الموحد والإبراهيمية وغيرها. سعد يقول: كربلاء لم تبقى فيها حديقة أو ساحة أو أرض لمعمل أو مصنع أو مؤسسة إلا استحوذ عليها باسم الاستثمار، أو تباع بتفاليس لجهات تواطأت معها الحكومة المحلية وغيرها. أريد منكم مشاركة مشاهدينا الكرام، أريد أسمع رأيكم بشأن وضع الصناعة العراقية. ليش هذه الحرب القاسية على الصناعة العراقية
اللي تمارس من كل الجهات اللي دا تحكم الأحزاب والمستثمرين المتنفذين المدعومين من هاي الأحزاب، واللي طبعا الحكومة دا توفر لهم الغطاء القانوني، عتبات دينية وغيرها، وأصحاب رؤوس أموال كبيرة ما نعرف من جابوا هذه الأموال، وأحزاب وشخصيات داخل الحكومة تدمر الصناعة العراقية عن طريق السيطرة على أراضي المصانع وإغلاق مصانع في سبيل تحويل أراضيها إلى مشاريع استثمارية مثل ما ذكر أحد الأخوة، مدارس، جامعات، مستشفيات أهلية، شرط أهلية وتكون باهظة الثمن وتستهدف شريحة معينة من الناس اللي عندها فلوس فقط لجناية الأرباح. طيب والصناعة؟ طيب وجيوش العاطلين عن العمل اللي دا تتراكم سنة بعد سنة من خريجين ومن عمال دا يتم تسريحهم من معاملهم أو من مصانعهم أو من وظائفهم بسبب الفساد وبسبب الاستثمار اللي غير مدروس أو غير المدروس اللي دا يتبع بالعراق. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. تظاهر أهالي منطقة الأمين الثانية في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار للمطالبة بالخدمات. أكد المتظاهرون أنهم مستمرين بتظاهراتهم حتى تحقيق المطالب. خلونا نشوف. هاي منطقة الأمين الثانية، لا مجاري، لا صب، لا تبليط، لا ماي، لا مدارس، لا خدمات، وإحنا هسه بسنة 2024 لا محافظ واصلهم، ولا قام مقام واصلهم، ولا مدير بلدية واصلهم، ولا نائب واصلهم، ولا أي واحد واصلهم. والناس تعبت، يومية تناشد، ويومية تحكي، ويومية تطالب، ولعبة رواحتها. السيد القام مقام المحافظ الجمعة الجاية مشادين بالقام مقامية، ما تنفتح القام مقامية إذا مو هاي المنطقة تنشمل وتنزل بها آليات، لأن هذا مطلب عام مو خاص، وما حد متفضل عليهم. مثل ما اشتغلتوا مناطق نزلت بها آليات، هاي المنطقة لها حق تشتغلونها، لأن الناس تعبت، عندها أطفال وعندها مرضى وعندها مدارس. طين طين سالفوا مليانة، والله مليانة سبعاطين، لا أطفالنا طالع على المدارس، يعني أطفال ما تداوم، دوم ما تداوم، مدارس ماكو، خنطر الدنيا تقعد وتسكت. والله ما لا ما عندنا. كان حيدر غالب، كان حيدر غالب. الإدارة الموجودين، اللهم إني قد بلغت، الجمعة الجاية يقطع شارع، يحرق، يصير تصادم، الكل يتحمل مسؤولية. حي الأمين الثانية ها بالمناسبة أمام يسر قبالها منطقة حي الصحة، هم بدون خدمات، والمناطق والجامعة كلها راح تطلع. إلكم للجمعة ورا الجمعة لا تعتبون على العالم. اليوم طلعوا جوز باحترام بوستر بكلام حلو، وراها يصير غير حكي، وهذا حق عام مو خاص. نكمل مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. أهالي منطقة المعالي في محافظة المثنى اشتكوا من غياب الخدمات وانعدامها عن المنطقة، منطقتهم اللي تغرق بالمياه الآسنة والنفايات مع كل زخة مطر. خلونا نشوف. هذه منطقة المعالي، هذه منطقة المعالي يا سيادة المسؤولين بالمحافظة، منطقة آثمة بالأوساخ والجراثيم والمياه الثقيلة. شلون العالم عايشة، شلون ناس عيش، ما خلينا مكان ما اشتكينا بيه على هاي الأوساخ والأمراض. منطقة غرقانة، منطقة متهالكة. نرجو من سيادة المحافظ أعضاء مجلس المحافظة الجديد النظر للمنطقة هذه، منطقة منكوبة، ممكن ما بحسوا على السماء وصلين، ما بحسوا على السماء، لأن ما حد ندلها، ما حد ندلها ولا واحد يعرف. نستمر ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. في زمن حكومة الخدمات مثل ما يسموها، ناشط من محافظة القادسية انتقد فساد بلدية الحمزة الشرقي وجميع الدوائر الخدمية بسبب سوء الخدمات في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية. خلونا نشوف. حياكم الله. بس بسأل بلدية الحمزة، مقامية الحمزة، دوائر الخدمية بالحمزة،
خلال 20 سنة هاي شوارعكم، شنو انجازكم؟ ارد اسالكم بالله، ارد اسالكم بضميركم، يعني هاي شوارعكم نقاطات صارت الخمره، يعني انتم ماكو حل وسط، لو تراب لو طين، يعني ماكو حل وسط انه يكون شارع نظيف، ماكو حل وسط انه تكون الولايه، يعني هذا منظر ولايه. ارد اسالكم بالله شنو الشغل اللي مشتغلينه؟ يعني انتم صاركم 20 سنة، شنو الشغل اللي مشتغلينه؟ دوائر ورواتب ومخصصات وموازنات، شنو؟ يعني هذا منظر مدينة، هذا وضع مدينة، يعني انتم يعني كارثة. زين انتم من تطلعون الصبح وتشوفون هذا المنظر، بينك وبين نفسك شو تقول مثلا؟ انه عاشت ايدي، والله انا خوجة اشتغل، والله ما شاء الله مقدم انجاز. ترى هاي سوالف المفروض انقرضت، المفروض انقرضت. يعني ماكو مدينة بالعراق كله نفس وضعية الحمزة، بالعراق كله ماكو مدينة نفس هاي المدينة. هسا انتم يعني هاي صار لكم هاي الفترات كلها، هاي الفلوس كلها، هاي الموازنات كلها، شارع واحد نظيف ماكو؟ مكيفين والله تكنسون اللي بالطين ومصورين واعلام وجيب الصورة ورجع الصورة، والله سوينا حملة يطلعون بالخياس وبالطين، غير هذا شغلكم؟ خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام على هذه المقاطع. أبو ثائر يقول الشطرة يرثى لها، هاي صوت المحافظين، ماكو حساب لرؤساء الوحدات الإدارية، أين أموال الجباية من المحلات والبيوت أو التخصيصات؟ لا توجد نزاهة ولا رقيب. تعليق من صمد يقول مناطق صار لها قرن وطابوا، لا سبيس ولا مجاري ولا خدمات. أبو حسنين يقول السبب يكمن في محافظ الديوانية الفاسد والتخصيصات المالية المعدومة مع قائم مقام فاشل، هذه هي النتيجة. تعليق من عدي يقول بلد وتحكمه حرامية وفاسدين، ايش تتوقع؟ منطقي الكلام جدا من عدي الخفاجي، بلد يحكمه الفساد، ماذا تتوقع؟ ولفتني حقيقة، لفت نظري الصور المعلقة لأبو مهدي المهندس زعيم النصر، يقولون قائد النصر، هو والإرهابي الآخر اللي نفق مع قاسم سليماني، معلقين صورهم قادة النصر والحشد الشعبي اللي عنده الجهد الهندسي واللي أنقذوا العراق من خطر الإرهاب واللي المفروض حافظوا على هذا البلد من الدمار. طيب والخراب هذا؟ طيب وهذا الفساد اللي نشوفه هسه، والشوارع المطينة والأتربة وتبليط، ماكو في بلد ميزانياته ميليارية وفي عام 2023. سبحان الله، موضوعين في مكان مناسب، صورهم في المكان المناسب فوق النفايات. خلونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على قمع اعتصامات المحافظات الغربية المنتفضة ضد سياسة حكومة نوري المالكي القمعية. في 2013 المظاهرات السلمية اللي خرجت للمطالبة بحق مشروع وللمطالبة بالعدالة قوبلت بالحديد والنار من نوري المالكي، وكما قوبل بعدها أو كما قوبلت بعدها ثورة تشرين بالحديد والنار، وكما قوبلت قبلها 25 إشباط كذلك بالحديد والنار. هؤلاء هم العراقيون مشاهدين الكرام، يطلعون للمطالبة بحق مشروع فيقمعون، فيقولون عنهم الحكومة بآلتها الإعلامية ذولا إرهاب، ذولا خلايا نائمة، هؤلاء اللي أدخلوا الدواعش إلى العراق ذولا خلايا حزب البعث بالنسبة لثورة تشرين. وهكذا من هاي التهم اللي دائما تلصق بأي مواطن عراقي شريف يسعى للحصول على حقه. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع. Thank you.
الشعارات التي ترفع والممارسات التي ترفع، لكن أنا مو قلق منه. هذه فقاعة ستنتهي، ونحن نقول لهم انتهوا قبل أن تنهوا. الأنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة. هذا نصل معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.